مشاهدينا في خبر آخر، شهر أكتوبر الوردي دائما مليء بالتوعية والمبادرات المهمة في رفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي. ومن هذه المبادرات مبادرة مركز عبد اللطيف للكشف المبكر بعنوان واجهي خوفك وافحصي عن سرطان الثدي مجانا. في ناس كثيرة، يمكن ذكرنا أودي في فقرة سابقة حول سرطان الثدي، في ناس كثيرة من النساء للأسف تقول لك ما أبغى أتوتر، ما راح أفحص، أنا إذا جاني شيء أنا هكتشفه وهروح وقتها أكذا، لكن أدخل في توتر أني أروح وأفحص حتى لو أنه سليم، أنا ما أحب أدخل في التجربة. أي بس لازم كل نساء العالم يفهمون ويعرفون، وهذه التوعية اللي قاعد تصير حاليا، أنه إذا كشفتي سرطان الثدي في بداياته فنسبة الشفاء بإذن الله حول 70%. طبعا. فليش أنا أقصر هذه النسبة الكبيرة علشان خوف؟ طب بالعكس، خايفة أروح أواجه خوف 100%. ليش أتجاهل الموضوع 100%؟ أكيد أكيد. طب خلينا نتكلم أودي في تفاصيل أكثر عن هذه الحملة. تنضم لنا عبر سكايب جواهر الرئيس، المدير الإداري لمركز عبد اللطيف للكشف المبكر. مساك الله بالخير أستاذة جواهر، أهلا وسهلا. هلا حياكم الله، مساكم الله بالنور. أهلا وسهلا، شكرا لوجودك معنا عشان نتكلم عن هذا الموضوع المهم للغاية أكيد لكل النساء في هذا الشهر وغير هذا الشهر صراحة. في البداية لو سمحتي نبغى ننطلق وتكلمينا أكثر عن مركز عبد اللطيف للكشف المبكر. مركز عبد اللطيف للكشف المبكر هو أحدى المشاريع الرائدة للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان. تأسس المركز عام 2007 لهدف توعية السيدات لضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بتبرع سخي من المغفور له الشيخ عبد اللطيف العبد اللطيف. طيب أستاذة جواهر، كلمينا أكثر عن حملة واجهي خوفك وإيش الهدف منها؟ طبعا حملة واجهي خوفك هي حملة لدعم المرأة أو لتوعية المرأة لضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا من ضمن الخدمات اللي يقدمها المركز خدمات الكشف المبكر عن بأشعة الماموغرام والكشف بالأشعة الصوتية وخدمة التثقيف الصحي. طبعا الحملة مثل ما قلنا تستهدف السيدات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، توعيتهم بضرورة الكشف، يعني نعلمهم عن سرطان الثدي، طرق الوقاية من سرطان الثدي والعلاج. طبعا من بداية الشهر تقريبا قدمنا خدمات للسيدات عبر حملة واجهي خوفك ما يفوق 8000 خدمة. طبعا فحصنا بأشعة الماموغرام عما يفوق 200 سيدة. تم تقديم خدمة الأشعة الصوتية ل 33 سيدة. ما شاء الله، يعطيكم العافية يا رب. جميل جدا هذه الجهود، يعني الله يوفقكم فيها يا رب، ويعني ويبارك في هذه الجهود اللي في النهاية هي في مصلحة جميع النساء. لو أسألك الآن، إيش النصائح اللي تنصحيها ومنهم السيدات اللي لابد وحتما إن هم لازم يروحوا يعملوا الفحص في أقرب فرصة؟ هل ما المرأة فوق 40؟ هل المرأة اللي في عائلتها أحد مصاب؟ نحتاج هذا التصنيف. طبعا احنا دائما ننصح السيدات بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لما طبعا في بعدة شروط، طبعا هنا تكون فوق سن 40 وفي الثلاثينات اذا كان هناك تاريخ وراثي في العائلة، انها ما تكون حامل، ما هي مرضع، ما سوت عمليات للثدي، لم تجري أشعة الماموغرام خلال هذه السنة. فننصح السيدة من فوق سن 40 وفي الثلاثينات إذا كان هناك تاريخ وراثي في العائلة إنها تبادر بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. أستاذة جواهر، شاكرة لك هذه المداخلة وهذا التوضيح، والله يوفقكم يا رب في هذه الجهود.